أول خبر وهو استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لزهراب ماناتسا كينيان وزير خارجية أرمينيا بحضور سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة للسفير الأرميني في مصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية أرمينيا للقاهرة وطلب نقل تحياته للرئيس الأرميني، وأكد أن ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية له خصوصية كبيرة تاريخيا، وحرص مصر دائما كانت حريصة على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة ما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وزير خارجية أرمينيا نقل تحيات الرئيس الأرميني للرئيس السيسي معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، خصوصا في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة المتواجدة في مصر وما تتلقاه من رعاية كريمة، كذلك ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولي وإقليمي ودور محوري متزن في المنطقة، مؤكدا اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين خصوصا على الصعيد السياحي والثقافي. والحقيقة السياحة يعني الدولة عاملة فيها شغل كويس قوي، وإن شاء الله احتمال كبير بكرة يكون عندنا موضوع مهم عن السياحة في الحوار. المتحدث الرسمي أضاف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شاهد تبادل للرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية. دكتور سارة كيرا دكتوراه في العلاقات الدولية والمتخصصة في الشأن الأوروبي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور سارة، يعني أرمينيا ماذا تمثل لمصر عدا الإرث التاريخي والعلاقات القديمة؟ أرمينيا مهمة جدا يعني بالنسبة لنا، بحيث أن أصلا الاتحاد الأوروبي بيتقدم نحو دول غرب البلقان وبيتقدم، لأن هي بتعتبر من الاقتصاديات الصاعدة. أرمينيا وصربيا وألبانيا، كل الدول دي حتى الاتحاد الأوروبي عنده خطط توسعية لدول غرب البلقان بحيث ان هم يضمون للاتحاد الأوروبي علشان هم اقتصاديات صاعدة. فمصر بتعمل سابقة في تأصيل العلاقات ما بيننا وما بين هذه الدول، خاصة أرمينيا، لأن مصر من الدول يعني إحنا لينا مكانة عند الحكومة والشعب الأرميني كبيرة، لأن مصر من الدول المتبنية ملف قضية الأرمن طبعاً، مسبحة الأرمن، مسبحة الأرمن، ومصر من الدول التي فعلاً تعتقد في أحقية الشعب الأرميني في رد حقه في هذه المذبحة. وكمان حضرتك ذكرت السياحة والتبادل التجاري والثقافي. إحنا عندنا إرث ما بين الشعبين، وحان الوقت يعني إن إحنا نحتفي بهذا الإرث ما بيننا وما بين شعب عندنا هذه الدرجة من التفاهم، وحكومة عندنا هذه الدرجة من التفاهم معهم. فحضرتك فدأت في التبادل الثقافي، التبادل التجاري زي ما قلت لحضرتك ان هم من الاقتصاديات الصاعدة في دول غرب البلقان، ومهم جدا ان احنا نفتح معاهم افق تعاون تجاري وتبادل تجاري. اما في قصة السياحة، مصر برضو تتجه ناحية الدول اللي هقولها لك ببساطة كده، اللي مش بتلوي دراعنا لو عندنا اي اضطرابات داخلية وتمنع عننا السياحة اللي هي مصدر دخل للكثير من اهالينا خاصة في الاقصر واسوان وكل السواحل المصرية. حصل ان احنا لما كان عندنا اضطرابات داخلية طبعا او اي اشاعة تطلع عليك في اي صحافة اعلامية، طبعا في دول كبيرة بتجري وتمنع عنك شعبها وتزود من المخاوف من التواجد في مصر والرواج السياحي وما إلى هذا. فطبعا دي من ضمن خطة مصر ان احنا نتجه سياحيا نحو الشعوب اللي مش او الحكومات اللي مش بتستخدم قوي لغة التطرف من التخويف من التواجد في مصر. يعني حضرتك قلتي لي هقول لك دول، تقصدي مثلا روسيا، لان هي برضو دايما بتفصل ما بين ما يحدث داخليا وملفات التعاون يعني.
والله يعني انا اقصد العديد من الدول، انت يعني في اوقات صعبه في دول كتير منعت الافراج السياحيه تيجي عندنا وكان الخوف مبالغ. لا انا اقصد الدول اللي مصر بتتجه اليها، هو ارمينيا كمان عندنا ميزه نسبيه ان الناس جايه تشوف اهاليها، لان هم بالزبط. عندهم تراث مشترك، والارمن جاليه كبيره قوي في مصر يعني. بالظبط، واليونانيين، واحنا عندنا اتجاه للاحتفاء بالتراث ما بين الشعوب، لان أيوة. ده بيخلي فيه روابط اكتر، وبتتسمى البيبل تو بيبل دبلوماسي او الدبلوماسيه ما بين الشعوب. مهمه جدا. يعني ده بقى بينطبق على اليونان، بينطبق على ايطاليا، بينطبق على كثير، على ارمينيا على طبعا احنا بنتحدث عن بالظبط. تمام. طب هل يا فندم ارمينيا متميزه في التصنيع الدوائي والتعليم الفني؟ في كلام عن انه المباحثات هتطال جزء من هذا الموضوع يعني. طبعا برضو من ضمن اتجاهاتنا اللي هي جزء منها كبير اجتماعي او سبب التوقف فيه اجتماعي، هو التركيز على التعليم المهني، وده محتاج شغل كبير جدا ومجهود كبير جدا، والدولة شاكلها قايمة بيه، بس هو في شق اجتماعي فيه. ان يعني مش كل الناس بتقبل يدخلوا ولادهم مثلا مدارس تعليم مهني وما الى ذلك. ولكن لو تم ارساء مدارس اجنبية بعدد كويس يستوعب عدد من الطلاب فيها، عدد كافي من الطلاب فيها، فدي هتبقى صورة من صور طبعا التعاون المثمر جدا، لان احنا صحيح. في حاجه انا اسفه الى تعزيز المهن والصناعات اللي بتتطلب عمال كتير، فممكن نستفيد من التجربه الارمينيه في ده. وممكن كمان يبقى في مدارس لذلك، وده يعني لما تبقى المدارس اجنبيه كمان ممكن نتغلب على العائق الاجتماعي ان المدارس دي ما يعني مثلا ما بتبقاش واخده اهتمام كبير، فلا ده طبعا ده شيء مبشر. واحنا عندنا تجربتين ناجحتين اللي هم الدون بوسكو ومشروع بالضبط. مبارك كول، ودلوقتي بالضبط. كمان الشركات الكبيره اللي زي مرسيدس والشركات اللي بتعمل توطين للصناعة في مصر بتعمل كل شركة مدرسة فنية بطاقة كبيرة، يعني 3 سنين كل سنة مش أقل من 200 شاب، وبعد كده بيتم تعيينهم في المصانع دي. وكل ما تكتر المدارس دي كل ما هتستوعب طلاب أكتر، لأن أنا هقول لحضرتك على حاجة، الدول الصناعية بيكون فيها 20% مدراء أو بيشتغلوا في الحاجات الإدارية، مديرين بقى وخريجين جامعات وما إلى ذلك وأكاديميين، و80% طبعًا عمال طبعًا بينخرطوا في الحياة العملية على طول، ويبتدوا يبنوا مستقبلهم وتقوم عليهم حضارة الأمم، وما فيش أي فروق اجتماعية ما بينهم وما بين المديرين. فإن شاء الله إحنا نتجه نحو هذا الاتجاه، لأن إحنا عندنا قدرة بشرية كبيرة جدًا صحيح. تستوعبها العديد من المهن والصناعات. صحيح، بشكرك جدا. فيجب استغلال القوة البشرية في ذلك. شكرا جزيلا دكتور سارة كيرا، الحاصلة على الدكتوراه في العلاقات الدولية والمتخصصة في الشأن الأوروبي. والحقيقة انه ده كمان موضوع راجع للهوى والتركيبة والهواية اللي داخل الطفل. في طفل بيحب يصلح حاجات ويحب يفكك حاجات، في طفلة تحب تصنع وتحب تفصل وتحب تقصقص. ده مش مسألة انه فشل ويخشوا ثانوي عام، لا الحقيقة يعني ان الثانوي العام احنا بنخرج دكاترة وبنخرج مهندسين بعد كده مش عارفين اذا كانوا مؤهلين علميا بشكل جيد ولا لا، او في نفس الوقت كمان مش عارفين يشغلهم فين. فلازم المسألة دي تبتدي الفترة اللي جاية تخضع لاحتياجات السوق وخريطة احتياجات العمل. طيب الشيخ عبد